طاب مساؤكم وأهلا بكم معنا في نشرة المساء، وهذه عناوينها. عشية لقائه الأول مع بوتين، بايدن غير متفائل وسلاحه جبهة قوية مع أوروبا. نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة خارج السجن، وحزبه قلب تونس يعلن إمكانية سحب الثقة من المشيشي. ومن المواضيع الأخرى في نشرة المساء: بعد 5 أشهر على هجوم الكابيتل، البيت الأبيض ينشر أول استراتيجية أمريكية لمكافحة الإرهاب المحلي. وتزامنا مع إعلان واشنطن سحب نصف قواتها من أفغانستان، هجمات تستهدف فرق تطعيم الأطفال. التوقعات ضئيلة لما قد تأتي به القمة بين بايدن وبوتين، هذا ما أعلنه مسؤول في إدارة بايدن عشية القمة الأولى بين الزعيمين الأمريكي والروسي، لقاء يأتي بعدما وصلت معها الخلافات المتشعبة حدا طال أوجها عدة عسكرية وسياسية. بايدن استبق وصوله إلى جنيف بتقوية التحالف الأمريكي الأوروبي وحل نزاعات اقتصادية قديمة تمثلت بهدنة على مسار بوينغ إيرباص، يتم بموجبها سحب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب مقابل أن يسحب الأوروبيون ضرائبهم عن المنتجات الأمريكية. فريق من الخبراء المتخصصين في الشأن الروسي استعان بهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ليقدم له مجموعة من النصائح بشأن كيفية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المنتظرة، وذا كل ذلك بحسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة. تقديم أولا الاستشارة لبايدن حول آلية التعامل الأمثل مع موسكو خلال الفترة المقبلة يقع أيضا ضمن مهام الفريق الاستشاري الذي يضم مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وأيضا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. أوله هو عدم عقد مؤتمر صحفي مع بوتين والاكتفاء بالمفاوضات التي ستجرى في الغرف المغلقة، وهو ما تحقق بالإعلان عن عقد كل رئيس مؤتمر صحفي منفصل بعد المحادثات الثنائية. فريق الخبراء أجمع على ضرورة تأكيد بايدن على الرفض الواضح لسياسة روسيا تجاه ملفات مثل القرصنة الإلكترونية وحقوق الإنسان. أما النقاط التي لم تلقى إجماعاً بين أعضاء الفريق فلعل أبرزها هي الطريقة الأمثل لتعامل واشنطن مع موسكو، فبعض أعضاء الفريق فضلوا البحث عن سبل تعزيز الحوار مع روسيا عبر إعادة البعثات الدبلوماسية المتبادلة وتعزيز أيضاً برامج تبادل الطلاب الجامعيين. أما الرأي الآخر فكان التزام بنهج صارم وأيضاً خطابات شديدة اللهجة تجاه سياسات الحكومة الروسية. وإلى جنيف الآن ومعنا من هناك موفد العربية حسين قنيبر. حسين مرحبا بك معنا في نشرة المساء، كيف تحضر المنتجع الذي يحوي هذا القصر التاريخي لقمة الرئيسين بايدن وبوتين؟ في الواقع الإجراءات الأمنية أولا كانت لافتة بحيث تحول مقر إقامة الرئيس الأمريكي تحديدا الفندق الذي نزل فيه إلى ما يشبه الحصن المنيع أمنيا، قطعت عدة طرقات في مفارق يعني حيوية من جنيف، ولوحظ أيضا أن الوفود المشاركة في هذه القمة والمرافقة لكل من الرئيسين هي وفود عدد
عددها كبير نسبيا، وطبعا الإجراءات هذه لم تحل دون تمكن مئات الصحفيين القادمين من مختلف أنحاء العالم من الوصول إلى المركز الصحفي حيث أنا موجود استعدادا للقاء القمة الذي سيبدأ يوم غد عند 1 PM بالتوقيت السويسري. وطبعا اتفق الجانبان على القضايا ذات الأولوية وعلى جدول الأعمال، لكنهما لم يتفقا بعد على البيان الختامي المشترك، ومن الواضح أنه حتى الآن لم يتفق على عقد مؤتمر صحفي مشترك، وهذا ما يجعل هذه القمة مختلفة عن تلك التي عقدت بين ترامب وبوتين في هلسنكي بفنلندا عام 2018 في صيف عام 2018. البلدان يختلفان على جملة قضايا على رأسها أوكرانيا وأيضا كارباخ، وكذلك دعم موسكو لألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، ومن بين الملفات الخلافية أيضا الملف الإيراني، بحيث كما تعرفين الكونفدرالية السويسرية تمثل مصالح الولايات المتحدة لدى إيران. وحتى الآن طبعا أشارت سويسرا، أشار رئيس الكونفدرالية السويسرية جي بيرمونكي إلى أن التعقيدات كثيرة، جي بيرمولان عفوا رئيس الكونفدرالية السويسرية أشار إلى أن التعقيدات أمام نجاح المحادثات في فيينا بين إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، هذه المحادثات ما زالت تحول دون نجاحها، تعقيدات كما قال رئيس الكونفدرالية السويسرية قبل قليل بعد انتهاء لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن. نادين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من جنيف. حسين قنيبر موفد العربية إلى هناك. عقب انتهاء المباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أوروبيين، أبدى بيان أوروبي أمريكي قلقه من انتهاك إيران لاتفاق النووي، داعما محادثات فيينا وعودة واشنطن لاتفاق مع تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية. وأيضا كما دان البيان الأوروبي الأمريكي انتهاكات روسيا المتكررة لسيادة أوكرانيا، داعيا موسكو للإفراج عن جميع السجناء السياسيين. أوضح البيان المشترك الاستعداد الكامل للرد بحسم على النمط السلبي المتكرر من سلوك روسيا. وفي شأن آخر، أبدى البيان قلقه من التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي، كما تعهد بالعمل من أجل إصلاح منظمة الصحة العالمية. عشية لقائه المنتظر مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على التأكيد على قوة التحالف بين واشنطن والاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا والصين عبر حل أزمة عالقة بين واشنطن والأوروبيين دامت لأكثر من 15 عاما، وهي أزمة إيرباص بوينغ. حرصت إدارة بايدن، وهذا الحرص يأتي بعد الضرر الذي شهدته العلاقة بين واشنطن من جهة وحلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من جهة أخرى خلال فترة حكم ترامب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري والسياسي، حيث قررت واشنطن زيادة التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس في إعلان مسؤولين أوروبيين وأمريكيين توصل إلى اتفاق بين واشنطن والأوروبيين لحل خلافهما القديم حول الإعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطيران، حيث وافق الطرفان على تعليق الرسوم الجمركية العقابية المفروضة في إطار هذا الخلاف لمدة 5 سنوات، كما قالت الممثلة الأمريكية لتجار كاثرين تاي للصحفيين. العلاقات التجارية المشتركة بين أوروبا وأمريكا استراتيجية ومهمة جدا، فرغم الجائحة إلا أن حجم الاستثمارات المتبادلة تجاوز تريليون دولار خلال عام 2020، وحينها قلنا إننا بحاجة لخلق بيئة أكثر تنوعا، وعلى هذا الأساس قررنا تأسيس مجلس أوروبي أمريكي تكنولوجي لتعزيز الاستثمارات وكيفية تفادي العوائق والتعاون في كل ما له علاقة لاقتصادنا، وتحديدا في المجال الرقمي كالذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والطاقة النظيفة. ونذهب إلى موسكو الآن، ومعنا من هناك فيتشيسلاف ماتازوفا المحلل السياسي. مرحبا بك معنا سيد فيتشيسلاف في نشرة المساء على العربية. لا تفاؤل أمريكي تجاه قمة بوتين بايدن، ماذا عن الموقف الروسي، ماذا يدور في الأجواء؟
طبعا لكا لنفسه لا شك أن هذا خطوة إيجابية، لأن حوالي 4 سنوات عمليا ما كانت هناك اللقاء الجدي بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي. كان هناك صراع علني إعلامي وسياسي، ويعني كانت هناك مواقف غير مقبولة من جهتين. وصلت علاقات ثنائية إلى درجة تحت الصفر كما يعتبرون في روسيا وكما يعتبرون في أمريكا، إلى درجة صفر. نحن نعتبر تحت الصفر. وطبعا هذه الأيام في إمكانية تسليح هذه العلاقات. كيف سيد فيتشيسلاف، هل من مسائل يمكن لموسكو أن تعمل معها مع واشنطن، يعني من باب المصلحة المشتركة بين البلدين؟ بلا شك، لأن ليست هناك ولا كلام الذي استعملها جو بايدن باتجاه بوتين أو لا أي شيء شخصي، أن هناك مصلحة موجودة، مصلحة لتسليح علاقات. وروسيا تتوجه إلى هناك لكي تحاول أن يبذل الجهود لإعادة علاقات إلى المجرى الطبيعي. لا يمكن أمريكا أن يفرض على روسيا أي شروط أبدا. ولذلك نحن نتأمل على هذا الاستعداد لهذا اللقاءات كانت منذ زمن البعيد، لأن عدة مرات. طيب تقول يعني لا يمكن أن يفرض الشروط، طب في المقابل هل يمكن أن تقدم موسكو أي تنازلات سيد فيتشيسلاف، مثلا في ملف الهجمات السبرانية، حقوق الإنسان، ماذا ننتظر؟ مستحيل حقوق الإنسان نحن لا نعترفه، اتهامات مرتبطة مع حقوق الإنسان، مع حريات وغيرها. نحن نعتبر أن حقوق الإنسان في أمريكا هي لازم أن يكون بمركز اهتمام السياسيين الأمريكيين. في روسيا هذا شأن الروسي، عند أمريكان شغل كثير في داخل وليس في روسيا. نحن سوف نرتب الأمور بدون مساعدة الأمريكية، ولكن هناك مشاكل ممكن حلها، وهذا هي أنه روسيا مستعدة أن يتفاوض مع أمريكان بخصوص تبادل المسجنين، لأن في روسيا حوالي 10 أمريكان شخصية أمريكية في السجن الروسي، وفي نفس عدد كبير من الروس موجودين في سجون الأمريكية. بوجهة نظر روسية غير شرعيا استولوا على الناس في دول في مناطق في تايلاند، في اي في دول افريقيه، وسجنوا بقرار المحكمة الجنائيه في نيويورك، غير مسموح دوليا. ولذلك هناك اشياء، نقاط متبادله مشتركه ممكن ان يتفقوا عليها. وانا اتصور ان خطوه اساسيه لهذا اللقاء سيكون عوده السفراء. سفير الروسي انسحب إلى موسكو لاستشارات من زمان، وفيما بعد طلبوا من سفير أمريكي أن يتركوا موسكو كذلك لاستشارات مع جو بايدن. والآن يمكن يتفقوا على عودة سفراء على مكاتبهم. طيب في موسكو وفي واشنطن، هذا سيكون خطوة إيجابية للحديث تتم، وكذلك مفاوضة. أشكرك جزيل الشكر من موسكو فيتشيسلاف ماتازوف المحلل السياسي. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قال إن الاتحاد الأوروبي لديه مصالح مختلفة عن الولايات المتحدة، ولهذا تتوقع الصين أن دول الاتحاد لن تنجر وراء سعي واشنطن لخلق جبهة عداء مشتركة ضد الصين. تحاول الولايات المتحدة رسم خطوط أيديولوجية لتشكيل مجموعات صغيرة تستهدف الصين، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما مصالح مختلفة. الاتحاد الأوروبي هيئة مستقلة، لقد ذكرت للتو دول الاتحاد الأوروبي المعنية، وهذه الدول لن تربط نفسها بمركبة الحرب الأمريكية المناهضة للصين. نشرة المساء مستمرة ونتابع في سياقها، ولكن بعد قليل. استطلاع رأي يرجح مشاركة ضئيلة في الانتخابات الرئاسية بإيران وفوز إبراهيم رئيسي.
التونسي قيس سعيد إلى إدخال إصلاحات سياسية، مؤكدا أنه على استعداد لإجراء حوار على ألا يكون محاولة يائسة لإطفاء مشروعية كاذبة على الخونة واللصوص، مشددا على أن الوضع في البلاد لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية. إننا مستعدون للحوار، ولكن لن يكون هذا الحوار محاولة يائسة بائسة لإضفاء مشروعية كاذبة على الخونة وعلى اللصوص. لن يتم الحوار إلا لحل مشاكل التونسيين والتونسيات، ولن يكون أبدا كسابقيه. وأهم محاور هذا الحوار هو التفكير في نظام سياسي جديد، في نظام انتخابي جديد، حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه. قالت وسائل إعلام تونسية أنه تم الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وفي سياق متصل وفي تطور لافت أيضا، أعلن حزب قلب تونس في وقت سابق أن كتلته البرلمانية تدرس إمكانية سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام بشيشي، بعد أن كان الحزب يعتبر من أكبر الداعمين له والمتمسكين ببقائه على رأس الحكومة. يأتي هذا الموقف بعد أن كان قلب تونس ندد بحادثة اقتياد شاب إلى مركز أمني بمدينة سيدي حسين بالعاصمة تونس، حيث أوضح رئيس الكتلة النيابية للحزب أسامة الخليفي أوضح أن الحزب يرفض بما وصفه ركوب السياسيين على هذه الحادثة. أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد لتحليل البيانات لصالح قناة إيران انترناشنال أن 32% من الناخبين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما بيّن الاستطلاع أن 58% قالوا إن احتمال مشاركتهم في الانتخابات ضئيل جدا أو إنهم لن يصوتوا أبدا، كما أظهر الاستطلاع أن المرشح الأوفر حظا هو إبراهيم رئيسي، وهو المرشح الأوفر بالفوز بالانتخابات بنسبة 62% من الأصوات. ويعد إبراهيم رئيسي أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويعتبر هو مرشح المرشد الإيراني علي خامنئي لشغل منصب الرئيس. إلى العراق الآن، حيث يأخذ التصعيد منحا خطيرا، فبعد تصاعد التوتر بين ميليشيات الحشد الشعبي والحكومة، التوتر المتزايد ينذر بمرحلة صعبة في بلد تسعى الحكومة لإثبات هيبتها، فيما تصطدم تلك المساعي مع هيمنة ميليشيات الحشد الشعبي على مفاصل الدولة. رسائل عسكرية وسياسية حادة تبعث بها ميليشيات الحشد الشعبي داخليا وخارجيا، آخرها تلك التي وجهها قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق للولايات المتحدة مباشرة بلهجة تجاوزت الدولة العراقية. فصائل المقاومة العراقية لن تتوقف مطلقا عن الخيار العسكري وعن العمليات العسكرية إلا بالخروج الفعلي للقوات الأمريكية. الخزعلي الذي أكد أن قرار التصعيد بدأ تطبيقه فعلا فتح النار على كل الجبهات لا سيما الداخلية وتحديدا الحكومة، وإن لم يذكرها صراحة، حين أشار في خطابه إلى عدم جدوى الطرق السياسية مع واشنطن لإخراج قواتها من البلاد. إذا كان بعض العراقيين يقولون هذا الكلام فالجواب الأمريكي صار واضح،
خطاب تتبناه ميليشيات الحشد ويتزامن مع استعدادات لاستعراض عسكري ضخم بمناسبة ذكرى تأسيسه. استعراض للقوة يضع الدولة العراقية ورئيس حكومتها مصطفى الكاظمي في حرج، لا بل وينذر بدخول المواجهة بين الحشد والكاظمي على ما يبدو مرحلة تكسير العظام. فالحكومة التي فشلت برأي مراقبين قبل أيام في قضية القيادي في الحشد قاسم مصلح بعد الإفراج عنه تثير التساؤلات حول قدرتها على مواجهة سطوة الحشد وهيمنته على القرار داخل المؤسسات. وفيما يرى مراقبون أن نهج الكاظم البطيء والمدروس لتقويض المجموعات المسلحة وإظهار ارتهان قرارها لدول خارجية، يرى آخرون أن القوة القتالية للحشد لا يستهان بها وقد تذهب للسيطرة على بغداد إن ضيق الخناق عليها، وهو ما يمكن قراءته في التطورات الأخيرة والاستعراض المنتظر لقوة لديها الشيء الكثير وغير المتوقع كما قال الخزعلي. إلى لندن الآن معنا من هناك دكتور مجاهد الصميدعي الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. دكتور مجاهد مرحبا بك معنا في نشرة المساء على العربية. هل ما زال ممكنا استعادة هيبة الدولة العراقية في الوقت الذي فيه ميليشيات تحاول أن يكون قرار السلم والحرب بيدها في العراق اليوم؟ نعم، مساء الخير على حضرتك وعلى مستمعي قناة العربية. في الواقع من الصعب جدا على الحكومة الحالية إثبات هيبتها أو إثبات وجودها كدولة تستطيع ردع الميليشيات أو إيقاف تصريحاتهم أو تدخلهم بالدولة بشكل مباشر. كما صار واضح للجميع، الميليشيات لديها السلطة المطلقة في العراق. هذه الميليشيات مدعومة خارجيا من قبل إيران، لديها استراتيجية واضحة من إيران وهي إخراج القوات الأمريكية. إيران في الأمس صرح ظريف أنهم ليسوا على عجلة في التفاوض مع الولايات المتحدة في فيينا، لأن أصبحت لديهم أوراق قوية جدا يستطيعون تحريكها في أي وقت. القوات الأمريكية أصبحت في مرمى أهدافهم، أصبح الوصول إلى القوات الأمريكية سهل جدا. الحكومة العراقية ليس لديها القدرة على إيقافهم، ولا أصلا تحاول، حتى الحكومة العراقية لا تحاول إيقافهم، وبالتالي هم أصبحوا دكتور مجاهد لا يمكن يعني لوم الحكومة العراقية. يعني كان هناك محاولات ووعود منذ تولي الكاظمي منصبه في رئاسة الحكومة العراقية وفي محاولات، لكن اليوم هل تقويض الميليشيات المسلحة اليوم في العراق خيارا منطقيا وهل تقبل به إيران؟ إيران تقويض لا أحد يمكن تقويض الميليشيات. المحاولات الفاشلة لتقويض سلطة الميليشيات للكاظمي هي التي أسست في لضعف هيبة الدولة. في كل محاولة يفشل فيها الكاظمي هو يقلل من هيبة الدولة ويعطي قوة للميليشيات في السيطرة على الدولة. هو يعني إدارة الدولة لا تكون بطريقة المحاولات أو يا أما بطريقة مفاوضات أو بتدخلات أو بقرارات حازمة لا يتم التراجع عنها بعد يومين أو ثلاثة أيام. هذه ليست طريقة لإدارة الدولة، وبالتالي الدولة فقدت هيبتها نتيجة ضعف الأداء الحكومي. هذه هو أولا. ثانيا بالنسبة للميليشيات لا يمكن لأحد في الوقت الراهن في ظروف طرأت كثيرة على العراق لا يمكن أن نلوم الحكومة الحالية. اليوم في ميليشيات متجذرة وتطبق نهج إيران في العراق. نعم، الميليشيات منذ أن تم وضعها في قالب الحشد الشعبي أصبحت قوة تابعة للحكومة العراقية. طبعا هذا على الورق هي قوة تابعة للحكومة العراقية وتحت سيطرة الحكومة العراقية، لأنها في الواقع هي أخذت شرعيتها من الحكومة العراقية وبدأت في السيطرة على الدولة. هذه الأمور حدثت في آخر 4 سنوات عندما تمكن الحشد من السيطرة على كل الأجهزة الأمنية. تمكن الحشد في السيطرة على الدولة. الحشد انقسم إلى أكثر من أقسام، هناك حشد ولائي، هناك حشد تابع للمرجعية، هناك حشد تابع للسيد مقتدى الصدر، هناك حشد العشائر، وبالتالي الحشد أصبح تحت أكثر من قيادة، ولكن الجهة التي تقوم بالسيطرة على الحشد وعلى كل قياداته هي الجهة الولائية التي تخضع لولاية الفقيه أو ولاية السيد خامنئي. أصبح من الصعب لأي جهة حكومية حاليا تقويض هذه السلطة.
إذا أرادت الدولة أو أرادت حكومة ما تقويض هذه السلطة بالإمكان هذا الموضوع، ولكن يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى طريقة واستراتيجية معينة منظمة لتقويض هذه السلطة، وليس عمليات انفعالية أو حركات أو ردود أفعال تعود بالفشل بالنتيجة على الدولة وعلى الحكومة الموجودة حاليا على رئاسة الدولة في قمة هرم الدولة. شكرا جزيلا لك من لندن دكتور مجاهد سميدعي، الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. بعدما فشلت السلطات الإيرانية بتأمين اللقاحات الغربية، السوق السوداء للقاحات كورونا تبلغ ذروتها، فبحسب صحيفة همشهري الإيرانية يتم تهريب لقاحات فايزر الأمريكية من كردستان العراق إلى إيران لتباع بمبالغ مالية ضخمة وتحديدا للأثرياء فقط. في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أكد السلطان هيثم بن طارق على استمرار برامج التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السلطان بن هيثم بن طارق وأكد على مواقف السلطنة الثابتة دوما وعلى مبادئها الراسخة بشأن التقارب بين الدول وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للجميع. قال المبعوث الأممي الخاص اليمن مارتن جرافيتس خلال الإحاطة الأخيرة، قال إن المفاوضات السياسية فقط بإمكانها أن تجلب السلام لليمن. ذكر جرافيتس بأن جميع محاولاته لحل النزاع فشلت. التسوية السياسية المتفاوض عليها فقط يمكن أن تغير الموازين في اليمن. تسوية سياسية تنهي الحرب وتؤدي إلى سلام مستدام وعادل، وهذا ما نحتاج إليه. على أطراف النزاع أن تتحلى بالشجاعة وأن تثبت إرادتها للمضي في هذا المسار بدلا من استمرار النزاع. وعلى مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة عندما كنت مبعوثا خاصا في اليمن قدمنا عدة فرص للأطراف، ولكنها باءت جميعا بالفشل. ثمن المبعوث الأممي الخاص اليمن مارتن جرافيتس الجهود التي بذلتها السعودية للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. دعا جرافيتس الجانبين للالتزام بالاتفاق وحل الخلافات عبر المفاوضات السياسية. لأجل عملية السلام ومن أجل الاستقرار طويل الأمد يجب أن تصمد الشراكة بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي. هذه الشراكة التي أبرمت بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها المملكة العربية السعودية. بالطبع انعدام الثقة متجذر وهناك خلاف كبير حول مستقبل اليمن، ولكن السبيل الوحيد للخروج من هذا النزاع وهذه الأزمة هو أن تلتزم القيادات في اليمن وفي المجلس كما فعلت في اتفاق الرياض لحل اختلافاتها من خلال الحوار ومن خلال المفاوضات السياسية. غيرت السلطات الإسرائيلية مسار مسيرة الأعلام لينتقل متظاهرو اليمين في القدس من باب العمود إلى باب الخليل.
أفاد مراسل العربية بوجود 5000 متظاهر إسرائيلي في القدس يحيط بهم 2500 عنصر أمني. في المقابل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 27 شخصا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بمحيط البلدة القديمة. وقد تسببت في سقوط أحد الشرطة. مشاهد مباشرة من أحداث مسيرة الأعلام. مسيرة الأعلام، ها هي مسيرة الأعلام، وقوات الشرطة الإسرائيلية تنسحب هاربة مولية الأدبار في مسيرة الأعلام. أبدى فلسطينيو الداخل آراءهم حول الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتفاوتت الآراء حول ما ستقدمه الحكومة الجديدة لهم. إحنا طبعاً بنطلب في داخل 48 المساواة والحياة الاجتماعية والحياة المرتبطة بين الجميع، إن كان عرب فلسطينية أو عرب الداخل أو إسرائيل. الائتلاف إذا كان في هناك توجهات للسلام وائتلاف للمساواة وائتلاف للاعتراف بحقوق الآخرين وفهمهم وفهم وجهات نظرهم والجلوس على طاولة المفاوضات والأخذ بعين الاعتبار، كل هذه المقاييس إحنا معه. أول مرة بشعر في انبساط، أول مرة بشعر في قيمة للعرب في دولة إسرائيل، إنه لهم أهمية معينة، إنه ماسكين إشي معين، إشي مهم في الدولة، يعني إنه من دونهم إحنا يعني من دوننا بشكلوش حكومة، من دوننا في عندهم مشكلة. المشاركة الفلسطينية مليحة لتحصيل حقوقنا الداخلية، ولكن هي حكومة متطرفة زيها زي الحكومة اللي قبلها. ومعنا عبر سكايب من يافا علي واكد الكاتب الصحفي. سيد علي، مرحبا بك معنا في نشرة المساء. القائمة العربية المصغرة التي يدعمها منصور عباس، وعندما نتحدث عن أول حزب يشارك في حكومة إسرائيلية، كيف سينعكس ذلك على فلسطيني الداخل في إسرائيل؟ هذا هو السؤال الأكبر منذ اليوم الأول، ليس لتشكيل الحكومة ولكن للمفاوضات التي بدأت بين القائمة العربية الموحدة وأقطاب هذه الحكومة نفتالي بنت ويائير لبيد. ونذكر أن منصور عباس تفاوض أيضا مع بنيامين نتنياهو، أي أن القائمة العربية كانت على استعداد أن تكون جزء من ائتلاف يتزعمه بنيامين نتنياهو، لأنها تريد تحصيل حقوق مدنية للعرب. تقول أن بما أن القائمة العربية كانت دائما توازي بين المطلب السياسي أي الحقوق للشعب الفلسطيني وبين المطالب المدنية، فإن هذا أبعدها عن الأغلبية اليهودية، أبعدها عن كسب إمكانية تحصيل حقوق مدنية أو تحصيل يعني صورة شرعية للعرب في إسرائيل. منصور عباس يقول أنه في هذه المرحلة سيضع جانبا القضايا السياسية، ورأينا هذا اليوم خلال مسيرة الإعلام حينما لم يندد السيد عباس بهذه المسيرة كما هو معتاد من الأحزاب العربية، وإنما تمنى أن تمر بخير وسلامة هذه المسيرة، بمعنى أن هناك رغبة في القائمة الموحدة أن تنخرط كليا في اتخاذ القرار الإسرائيلي لتحصل ما تعهدت عليه أطراف الحكومة، أي 5 مليارات شيكل، ما يقارب المليار ونصف دولار، لتعزيز مساواة العرب وتقليص الفجوات بين العرب واليهود في الدولة. طيب، في ذات الوقت سيد علي، فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، نفتالي بنت قالها مؤخرا بأن حكومته لن تتراجع عن بناء الاستيطان في القدس وفي الضفة، ولن تتردد حتى في قصف غزة ولبنان إذا اقتضت الضرورة. هل هذا كان كلاما دعائيا لاستقطاب اليمين أم ماذا؟ هذا لم يكن كلاما دعائيا، ولكن ثم فرق بين توسيع الاستيطان في الضفة الغربية واستهداف قطاع غزة إن استوجب الأمر من الناحية الأمنية. لا نتوقع أن يقوم نفتالي بنت بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ليس لأن الحكومة تستند إلى أصوات القائمة العربية، لأن هناك شركاء آخرين كحزب العمل وحزب ميرت وبعض وجوه يش عتيد وحزب يائير لبيد وأيضا حزب أزرق أبيض يعارضون التوسع الاستيطاني، ولكن لأن نفتالي بنت يدرك أن هناك تناقضات كبيرة يمكن لأي اختلاف بسيط أن يؤدي إلى انهيار هذه الحكومة. فيما يتعلق في قطاع غزة واستهداف قطاع غزة، هناك إجماع إسرائيلي بأن الأمن فوق كل شيء، وحتى بمشاركة منصور عباس والقائمة العربية ستقوم الحكومة الإسرائيلية باستهداف قطاع غزة إن استوجب الأمر، لأنها تعرف
أنا في مثل هذه الحالة قد تفقد أصوات القائمة العربية، ولكنها قد تحصل على دعم من أصوات من أحزاب اليمين الموجودون خارج الائتلاف الحكومي. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من يافا، علي واكد الكاتب الصحفي. ونشرة المساء مستمرة ونتابع في سياقها ولكن بعد قليل. شركة أسترالية تعلن عن سباق للسيارات الكهربائية الطائرة. عشية لقائه الأول مع بوتين، بايدن غير متفائل وسلاحه جبهة قوية مع أوروبا. نبيل القروي المرشح السابق لرئاسة خارج السجن، وحزب قلب تونس يعلن إمكانية سحب الثقة من المشيشي. بعد 5 أشهر على هجوم الكابيتل، البيت الأبيض ينشر أول استراتيجية أمريكية لمكافحة الإرهاب المحلي. تزامناً مع إعلان واشنطن سحب نصف قواتها من أفغانستان، هجمات تستهدف فرق تطعيم الأطفال. نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام بحق مصطفى آل درويش في الدمام، وآل درويش قام بتكوين خلية إرهابية لقتل رجال الأمن وإثارة الفوضى وإطلاق النار على الدوريات الأمنية، فضلا عن مساهمته في تصنيع واستعمال قنابل مولوتوف. نشر البيت الأبيض أول استراتيجية وطنية لمكافحة ما عرف بالتشريعات الأمريكية بالإرهاب المحلي، وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة الأمريكية أن الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة التهديد بالأمن القومي الأمريكي وتحسين تجاوب الحكومة الفيدرالية معه، بحسب ما جاء في بيان للإدارة الأمريكية. أكد البيان على أن الإرهاب المحلي ليس تهديدا جديدا في الولايات المتحدة، وأنه تهديد تعرض له الأمريكيون كثيرا جدا خلال السنوات الأخيرة. تأتي هذه السياسة الجديدة بعدما أجرت إدارة بايدن تقييما واسعا للإرهاب في الداخل، خلص إلى أن مناصري فكرة تفوق العرق الأبيض والجماعات المسلحة هم أخطر تهديدات للأمن القومي. واكتسب هذا الأمر أهمية جديدة بعد هجوم أنصار رئيس سابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في 6 يناير الماضي في محاولة لإحباط فوز بايدن في انتخابات الرئاسة. وإلى واشنطن الآن معنا من هناك بيير غانم مراسل العربية. بيير مرحبا بك معنا في نشرة المساء. بداية، ما طبيعة الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الإرهاب الداخلي بين مزدوجين؟ تريد الإدارة الأمريكية أن تأخذ خطوات واضحة في محاربة الفكر وأيضا في مراقبة المتطرفين والدفع بالسلطات المحلية والسلطات على مستوى الولاية وبالإضافة إلى ذلك السلطات الفيدرالية لمراقبة هؤلاء الأشخاص، مراقبة الأفكار التي تتحدث عن التفوق العرقي للبيض الأمريكيين أو حول العالم، وبالتالي محاولة ردعهم عن القيام بأي عملية إرهابية على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. إنه عمل ثقافي وعمل أمني في الوقت ذاته. طيب بيير، هل ستحاول الاستراتيجية الأمريكية توضيح أكثر مصطلح الإرهاب الداخلي؟ لأنه عرف في السابق ومؤخرا جدلا من حيث التعريفات وأنه ارتبط بخلفيات دينية أو سياسية ما، هل من توضيح سيكون؟ هناك توضيح جاء من وزير العدل وذكر تماما ما ذكرتيه أنت قبل قليل، وهو أن هذه الأفكار، أفكار مشاعر الكراهية وإرادة التطرف، تأتي من تفكير بعض الناس الذين يعتبرون أن هناك تفوقا للعرق الأبيض، وبالتالي يجب مكافحة هذه الأفكار بالذات. وبالتالي
نرى للمرة الأولى ربما أن هناك نوع من الوضوح في الرؤية الأمريكية التي تعتبر أن هذا التطرف الداخلي، هذا الإرهاب الداخلي صادر عن فكر محدد يعتبر أن هناك تفوقا أبيض على الآخرين. لذلك عندما عدد وزير العدل الأمريكي الأحداث التي حصلت تحدث عن الهجمات على كنائس السود، تحدث أيضا عن هجمات ضد الكنيس اليهودي أكثر من مرة، وبالتالي إنهم يحددون المشكلة ويريدون التعاطي معها على هذا الأساس. أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. من واشنطن بيير غانم مراسل العربية. في أفغانستان وبعد الهجمات الدامية التي استهدفت فرق نزع الألغام، هجمات أخرى تطال هذه المرة فرق مكافحة شلل الأطفال. مع اقتراب تاريخ 11 من سبتمبر العام الجاري، أي تاريخ انسحاب القوات الأمريكية والمتعاقدين الخاصين، ستفقد القوات الأفغانية الأفضلية الأهم في صراعها المسلح ضد حركة طالبان وهي السلاح الجوي، حيث ستواجه القوات الجوية الأفغانية خطر اختفاء فعالية أهم مقاتلاتها وطائراتها أسطول مروحيات بلاك هوك وأيضا طائرات النقل من طراز C-130 هيركليز على سبيل المثال. ستكون بلا فائدة إذا لم تسارع حكومة كابل في إيجاد جهة بديلة لواشنطن يمكنها القيام بأعمال الصيانة لها. الغياب المحتمل للسلاح الجوي الأفغاني سيؤدي إلى إضعاف قدرة القوات البرية على تنفيذ مهامها بسبب عدم توافر الدعم الجوي، كما سيحد أيضا من قدرة الجيش الأفغاني على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع لكشف مواقع وأنشطة مسلحي طالبان. هو أمر شديد الخطورة في بلد طبعا يتميز بطبيعته الجبلية، كما أن أيضا غياب الدعم الجوي الذي كان الجيش الأمريكي سيشكل ضربة قوية لجهود الجيش الأفغاني لتحجيم قدرات طالبان العسكرية هناك. تقديم دعم جوي عبر الأفق هو أحد البدائل التي طرحتها واشنطن، لكنها فكرة يصعب تنفيذها في ظل عدم وجود قاعدة عسكرية أمريكية في أي من الدول المجاورة لأفغانستان، لا باكستان ولا دول آسيا الوسطى التي تقع ضمن دائرة النفوذ الروسي. وفي هذا العاجل الذي ورد قبل قليل وفق لجنة الانتخابات الجزائرية، نتائج الانتخابات في الجزائر 23% الأدنى في تاريخ الجزائر، وكان أيضا نتائج الاستفتاء في الجزائر أيضا كانت جاءت النسبة ضئيلة. الآن هذه نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، وحتى هذه الساعة لجنة الانتخابات تعلنها 23% هي الأدنى تاريخيا. تابع معكم هذا الخبر، حيث كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يشهد انخفاضا للأسبوع السابع على التوالي، في حين تشهد حالات الوفاة تراجعا طفيفا.
على الصعيد العالمي الآن انخفض عدد الحالات الجديدة من فيروس كورونا التي تم إبلاغنا بها لمدة 7 أسابيع متتالية. إنها أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية نشهدها حتى الآن، وفي حين أن الحالات الأسبوعية في أدنى مستوياتها منذ فبراير، فإن الوفيات لا تنخفض بسرعة. وقفة رياضية الآن مع زياد عبيدات وأخبار الملاعب واللاعبين. إليك زياد. شكرا نادين، واهلا بكم مشاهدينا الكرام. اصبح لاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لبطولة كأس اوروبا لكرة القدم بعدما سجل هدفه 11 في المسابقة اليوم، حيث استهل منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقبه القاري بالفوز على المجر 3 أهداف دون مقابل. سجل رونالدو منها هدفان، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم فرنسا والمنتخب الألماني. أكد روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم أن فريقه قادر على التحسن قبل مباراته الثانية في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم أمام سويسرا ضمن منافسات المجموعة الأولى، وذلك بعد البداية المثالية في المباراة الافتتاحية أمام تركيا. وحافظت إيطاليا على سجلها الخالي من الهزيمة ل 28 مباراة على التوالي، متأخرة بمباراتين عن رقم منتخب إيطاليا القياسي والذي سجله قبل 100 عام، ما دفع بالكثيرين إلى ترشيح فريق المدرب مانشيني لإحراز لقب هذه البطولة. وضمن المجموعة ذاتها يأمل منتخب تركيا الاستفادة من تعاطف جمهور أذربيجان معه في باكو عندما يواجه منتخب ويلز. فريق المدرب شينول غونيش خسر المباراة الأولى أمام إيطاليا في روما، ما جعله مطالب بالفوز في مباراة ويلز للحفاظ على آماله في البطولة. ويضم المنتخب التركي الكثير من النجوم البارزين الذين يلعبون في مختلف الدوريات الأوروبية. تأمل جماهير فنلندا في تأهل منتخب بلادها إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس أوروبا من خلال المنتخب الروسي في سان بطرسبرغ، وذلك بعد البداية غير الطبيعية في أول مباراة للبطولة أمام منتخب الدنمارك، حيث خيم حادث اللاعب كريستيان إريكسن على أجواء اللقاء الذي انتهى بفوز فنلندا. وسافر ما يقارب 1000 مشجع إلى روسيا لحضور مباريات دور المجموعات، حيث فضل العديد من المشجعين السفر بسيارات الخاصة بدلا من الحافلات بسبب قيود التنقل. ويلتقي منتخب فنلندا مع نظيره الروسي الذي خسر بثلاثية أمام بلجيكا ضمن المجموعة الثانية. في المقابل زار ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك منتخب بلاده خلال تدريباته اليوم تحضيرا لمباراته أمام بلجيكا يوم الخميس في العاصمة كوبنهاغن في الجولة الثانية من بطولة أوروبا. فريق المدرب كاسبر تعرض لاختبار قاس في مباراته الأولى ضد فنلندا، حيث انتقد بعدها المدرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد رفضه منح لاعبي خيار تأجيل المباراة بشكل كاف. فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا مع لاعب منتخب النمسا ماركو توفيتش بسبب احتفاله العنصري ضد لاعبي منتخب مقدونيا الشمالية، وقد يتم إيقاف اللاعب من إكمال البطولة. وظهر توفيتش الذي حل بديلا في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثالث خلال الفوز على مقدونيا غاضبا، وتلفظ بعبارات مشينة ضد أحد لاعبي مقدونيا خلال احتفاله قبل أن يتدخل القائد ديفيد ألابا لاحتواء الموقف. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، ومباشرة نعود إلى كنادي. شكرا لزياد. وقبل الختام إلى هذا الخبر، حيث أعلنت شركة ألودا إيرونوتكس المصنعة للسيارة الكهربائية الطائرة إير سبيدر أعلنت عن بطولة جديدة للسيارات الكهربائية الطائرة بالتعاون مع شركة آي دبليو سي ودون إعلان مزيد من التفاصيل. أكد المدير التنفيذي للشركة أن سباقات السيارات الكهربائية الطائرة ستصبح النشاط الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم، وتتوجه شركات عملاقة في صناعة السيارات نحو تطوير السيارات الكهربائية والقيادية الذاتية وصولا إلى المركبات الطائرة.
في نهاية نشرة المساء لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. عشية لقائه الأول مع بوتين، بايدن غير متفائل وسلاحه جبهة قوية مع أوروبا. نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة خارج السجن، وحزب قلب تونس يعلن إمكانية سحب الثقة من المشيشي. بعد 5 أشهر على هجوم كابيتل، البيت الأبيض ينشر أول استراتيجية أمريكية لمكافحة الإرهاب المحلي. تزامناً مع إعلان واشنطن سحب نصف قواتها من أفغانستان، هجمات تستهدف فرق تطعيم الأطفال.